أطلقت المرنمة الدكتورة هبة عباسي ألبوم الترانيم نكهة السماء، والذي يجمع عدة ترانيم بألحان موسيقية كنسية شجية. تم ذلك في الأمسية التي أحيتها عباسي في كنيسة قلب يسوع الأقدس في منطقة تلاع العلي في العاصمة عمان، ورعاها النائب البطريرك اللاتين في الأردن المطران جمال دعيبس. حضر حفل الإطلاق البطريرك فؤاد طوال والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي، والرئيسة الإقليمية لراهبات الكلمة المتجسد الأخت ماريا ديتشيلو، والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات، وجمع كبير من عدة رعايا.